حياكم الله اخواني واخواتي المشاهدين في حلقه متجدده. اليوم نتكلم عن الرياضه، ولكن رياضه يعني تشمل الكل، ولكن صراحه ان اكثر شيء بتكلم عن جانب الشباب. الرياضه الان الهبه على قولتهم، اكثر الشباب يعني ما شاء الله يمارسها، يعني ما بين مكثر ومقل، وهو رياضه كمال الاجسام. شيء طيب وشيء ناجح الإنسان أنه يعني يحاول أنه يستفيد من وقته، وأنه يعني كما قيل الجسم السليم في العقل السليم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا وما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. بس معلومة، كمال أجسام بعض الناس على باله كمال أجسام، لما يفكر كمال أجسام يعني يتخيل الصورة اللي حاطينها على اللوحة اللي تكون على معهد نادي كمال أجسام، على باله إنه لازم كمال أجسام يعني يلزم إنه لازم يكون عضلاته يعني أوفر، ويكون يعني الباي والصدر والدنيا ويعني جرانديزر. خطأ. اسمه كمال أجسام، يعني اسمه كمال الأجسام، يعني الجسم العلوي والجسم السفلي وين النقص اللي فيه يكمله، هذا المقصود. مو قصد ان كمال أجسام فلان بالنادي الصحي كمال أجسام يعني لازم انه يلزم انه يكون شنو، انه يكون عنده شيء عضلات. وين كمال أجسام؟ وين عضلاتك؟ ما شو عندك شيء؟ ما لازم انه يخرع، يعني ما يصير. هذا فهم خاطئ، وان كان يعني الفهم هذا يعني تبادر الدم. وحقيقه ان فعلا ان اللي يمارس كمال أجسام يعني يلزم ان تكون عنده عضلات، ولكن هذا بالنسبه حق الطبيعي يكون عنده عضلات، بس ما يكون انه يعني ما يلزم انه يكون لازم عضلات عملاقه. هذه كلها تكون من اشياء غير طبيعيه. نحث على هذه الرياضه الطيبه، ولكن هم عندنا تحذيرات وعندنا يعني صراحه تنبيهات. اخطر الاشياء على الشباب الان لما يدخل ويقعد يوم يومين اسبوع اسبوعين، يشوف والله العضله ما صار عنده شيء، نتفه يشوف ما شاء الله الناس العمالقه والباي اللي ما شاء الله عليه، تقول يعني مصارعين. فيسال الشباب يقول هذا ما طول، حطول انت بعد سنه سنتين. قال بحاول بستعجل، في شيء يعني يعطيك يعني سرعه طياره، شنو نسوي؟ قال ما في الا انك تاخذ يعني الاشياء الممنوعة شرعا قانونا، وهو الهرمونات والأشياء اللي أنا والله ما أعرفها، ولكن أنها تخلي الإنسان جسمه غير طبيعي. تخلي الإنسان، حتى يقول لك مثل، يقول تعرف الإنسان ما أخذ هذه الأشياء الطبيعية، إذا شفت الإنسان أنه تمسي تشوف الشخص اللي رأسه صغير وجسمه عملاق، أعرف أن هذا ما أخذ أشياء غير طبيعية. ممكن إنسان عنده عضلات كبيرة بحكم أنه ما شاء الله عملاق وطويل، ويعني وهذا يعني يتناسب مع جسمه، حتى لو ما يلعب كمال أجسام، لأنه ما شاء الله عنده عضلات كبار وأعضاء كبار. أما الإنسان طبيعي قصير كذي وأعضاء، ما يصح حتى أصلا، ما يصح شكلا ولا حتى شرعا ولا قانون ولا صحيا. فأحذر الشباب، ما في أحلى من رياضة الشباب ما دام انت عندك ما شاء الله الباي والتراي والصدر وتفاصيله والاكتاف والبيطان، هذه كم شغاله، وتعرف تشيل ما شاء الله. والغايه الكبرى من الرياضه شنو؟ انك تكون قوي مؤمن احسن خير من ضعيف، يكون عندك نشاط. الغايه الكبرى من الرياضه بشكل عام جميع انواعها، الكره بانواعها والالعاب القتاليه والسباحه والفروسيه والمشي والهروله والقواري، الغايه الكبرى اللي هو النشاط واللياقة، النشاط واللياقة. فكمال أجسام، كثير من الناس ما شاء الله يعني كمال أجسام يقول والله ما أقدر أركض، ما عندي لياقة. شنو سبت؟ بس عند البايش كبره وعندي بصدر، بصدر التمرين كله من أول اليوم، كل الجدول كله صدر. رجال ولا ما يصلح. الواحد إنسان لازم يكون العضلة يكون يعني عضلة معقولة، ولا ياخذ اشياء غير منوعه. وبصراحه والله هذه يعني معاتبه على اهل محلات الفيتامينات والبروتينات والاشياء اللي فيها يعني شوي توسعوا فيها. تدخل المحلات هذه صراحه
تشوف كأنك داش سوبر ماركت، والله العظيم داش جمعية. هذه رفوف الرفوف العلب اللي فيها بودر، هذه رفوف الأشياء اللي فيها أشياء سائلة، هناك رفوف الأشياء اللي عن طريق حبوب، هذه بأنواع وأشكال وأحجام وماركات، يعني صارت رفوف رفوف جماعة. والله العظيم سبحان الله. وثلاجات، يعني صراحة ما لوم الشباب إذا ما أخذ، ما في أفضل من الطبيعة. والله مهما كانت فيها من قوة، أنا ترى هذا مو قاعد أذم ولا، ولكن أقول أنا متأكد أنها أن تركها بشكل عام أفضل إذا إلى تأخذ شو اسمه، تأخذ البديل الطبيعي. لكن ما يمنع أنك تأخذ من الأشياء هذه اللي تكون تعطيك، يعني الغاية منها أنك أنت لما تحرق تحتاج إلى بروتين يعني عوض عن هذا الحرق، هذا شيء طيب. أمك تأخذ على أساس يكون عندك من شون تنشيف. وبعدين بالنسبة حق التنشيف، أعرف واحد من الناس يقول لي والله يساعد واحد من الشباب وطيروا المدربين وكذي وطبلوا له وقال أنت لازم تنشف، توصل مرحلة يكون عندك خصرك لازم يكون ناس 100 فلس. يعني سبحان الله، يقول مع الأيام يعني سوى مش بجدول التنشيف يعني التنشيف يسمونه اسم ثاني بعد، المهم إنه يعني تنشيف، يعني مات الإنسان. هذا إثم على منه؟ هل هو يعني انتحر؟ والله الله أعلم، ما نقول ما استبعد ذلك، لأنه هو جنى على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لنفسك عليك حق، أصلا النفس هذه أمانة عندك، يعني لا تستهتر بنفسك، لازم أنك تتقن الأمانة حتى تكون يعني في محل الأمان وفي محل السيفتي، وأنك تتقي الله بنفسك. ففي تنبيهات وفي يعني توجيهات بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله أخواني وأخواتي. صراحة أول شيء بنبه الآباء والأمهات على أبنائهم اللي يشوفون النوادي، يحاول أنه يتابعه وأنه يعطيه توجيهات وأنه يكون يعني يلعب صح، أن جاي كي يعني تتمرن تكون عندك لياقة ونشاط، مو جاي عشان تكون مصارعة وتكون عندك شيء أو تكون يعني أني أمام الناس. هذا أشياء كلها ما تنفع، وأنك تروح تضارب مع الناس وتسبب مشاكل وهواش. من الأشياء اللي صراحة قاعد أشوفها بالنوادي، لما يصير عنده عضلة وشوي يتفخ نفسه يسوي أشياء مو زينة شرعا، يروح يحط الوشم، والوشم هذا أصلا شرعا حرام، واللي يحط وشم بعد فيه أشياء كلمات خايسة، كلمات مو زينة، اسمحوا لي الكلام هذه جماعة، كلمات أصلا ما أصلح أصلا حتى إنسان مؤدب يحطها. يعني هذا إنسان مسلم ما يروح حق الحج، حتى بعض الحكماء يقول كل معصية ممكن أنك تختفي منها إلا الوشم، الوشم حتى ما تقدر تشيله، حتى يعني الجلدية يقول خطر على الإنسان. فهذا متى ما صار هذا عقب ما طلعت العضلات شوية قال لا خلني أحط وشم عشان يطلع شكلي أحسن، خطر، هذا كله خطر شرعا وأدبا وأخلاقا. يعني أنصحكم وأنصحوا أبنائكم. والثاني يحط القلادو، قلادة حق الحريم ما يصلح، عشان نشون العضلة مع الصدر، مع هذه كلها أشياء، يعني هذه من الأشياء اللي أشوفها بالنوادي لما طلع عضلات عشان يطلع يكون شيء متناسق، هذا كله خاطئ، وهذه كلها خطوات شيطانية وهي يعني ما تصلح. وكذلك من الأشياء اللي فيها سلبيات من النوادي الصحية، إن واحد كان مؤدب وش حلوة مع الجيران، عقب ما تفخ عضلاته راح السوق ورفع خشمه وقاعد يشوف ويعطي كل يوم تراقب على الناس، صار شنو ديك ما يصلح. يحمد الله عز وجل أنه أعطيك صحة وعافية، وأشكر الله أن الله خلى جسمك يعني رشيق ومتزن أحسن من هذا المتين أو هذا النحيف أو هذا اللي ما عنده لياقة ولا عنده نشاط. أحمد ربك، خذ ربك سلامة، أحمد ربك أنك بالرياضة تستطيع أنك تركع لله عز وجل وتسجد لله عز وجل، أحمد ربك أنك تستطيع أنك تأخذ تشيل أغراضك بيدك وتحاول تساعد الوالد والوالدة، تنزل حتى لو عندك بنشر ولا شيء ما محتاج تسوي تخدم نفسك، يعني هذه كلها تحمد ربك، الله أعطاك صحة وعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها من الله عز وجل، مو تروح ترفع على خلق الله عز وجل. ففي تنبيهات كثيرة وفي توجيهات، يعني صراحة الواحد يكون عنده يعني عنده خطة في النادي الصحي، يأخذ الأشياء طبيعية ويحمد الله عز وجل، هذه كلها من الله عز وجل حتى يكون مؤمن قوي. زاد الله لكم فضله وزاد الله لكم صحة وعافية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.